أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قتل 4 من عناصر ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز. مصادر عسكرية في تعز أكدت مصرع قائد جبهة عصيفرة ومدير السجن المركزي للميليشيا وقائد سرية وكتيبة هندسية واثنين من العناصر وإصابة 3 آخرين في مواجهات مع الجيش بجبهة عصيفرة. المواجهات جاءت بعد محاولات تسلل من قبل عناصر حوثية إلى مواقع الجيش الوطني الذي تمكن من إحباطها، إضافة إلى قصف ميليشيا الحوثي بقذائف المدفعية مواقع الجيش في منطقة الصياح غرب تعز. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها من زوايا عدة. ما دلالات هذا التصعيد بالتزامن مع انفراج جزئي عن المدينة المحاصرة منذ 10 سنوات؟ وهل تنظر الميليشيا إلى أنها أمام فرصة لتحقيق ما عجزت عنه بالحرب والحصار؟ وما مدى جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية في تعز لإفشال مخططات الميليشيا والتصدي لمحاولاتها؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوف الحلقة نتابع هذا التقرير. مجددا تعود المواجهات العسكرية بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز. 4 من عناصر الميليشيا لقيت حتفها في المواجهات بحسب مصادر عسكرية في الجيش الوطني، حيث قتل قائد جبهة عصيفرة ومدير السجن المركزي للميليشيا وقائد سرية وكتيبة هندسية واثنين من العناصر، وأصيب 3 آخرون إضافة إلى قصف ميليشيا الحوثي بقذائف مدفعية مواقع الجيش في منطقة الصياح غرب تعز. هذا التصعيد الحوثي ليس الأول من نوعه، وإنما ضمن محاولات متكررة من قبل الميليشيا للتسلل إلى مواقع للجيش الوطني. وتعد جبهة عصيفرة من أكثر الجبهات في تعز والتي تشهد مناوشات مستمرة من حين لآخر. التوترات العسكرية في جبهة عصيفرة تأتي بعد أكثر من أسبوعين على فتح جزئي لأحد ممرات مدينة تعز، وفي وقت تسعى فيه القوات الحكومية إلى تأمين الطرق والممرات الحيوية إلى مدينة تعز. مراقبون يرون أن ميليشيا الحوثي تحاول استثمار كسر الحصار جزئياً عن تعز وتحقيق ما عجزت عنه بالحرب والحصار منذ 10 سنوات، إلا أن المؤسستين العسكرية والأمنية في المدينة تؤكدان أنها على أعلى جاهزية لفرض الأمن والاستقرار وإحباط أي مخططات تستهدف تعز. ما يزيد من خطورة هذه التطورات الميدانية أنها تأتي في توقيت زمني حساس، حيث تتزامن مع تحركات واسعة في مسار التسوية السياسية والمساعي الدولية لإحلال السلام ووقف شامل لإطلاق النار. أبرز تلك الجهود هو المفاوضات المزمع انعقادها غداً الأحد في العاصمة العمانية مسقط لمناقشة الملفين الإنساني والاقتصادي. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر. مرحبا بك معنا العقيد عبد الباسط. العقيد عبد الباسط البحر، هل تسمعني؟ مرحبا بك معنا. أنا أسمعك بوضوح، أسمع معك. حياك الله. مرحبا بكم وبمساعديكم وبأبطالنا أيضا في كل الجبهات في كل الميادين. أهلا فيك العقيد عبد الباسط. في البداية أستاذ عبد الباسط، لو تحدثنا ما الذي يحدث في تعز، خاصة التصعيد الأخير الذي شاهدناه من ميليشيا الحوثي، ما الذي يحدث بالضبط؟ طبعا كالعادة هناك استفزازات حوثية غير عادية، وهذه الاستفزازات عسكرية واستفزازات أمنية واقتصادية واختطاف طيران وغير ذلك من الأمور المتعارف عليه. هذه الاستفزازات سواء في الجبهات أو محاولات التسلل أو بالقصف بالمدفعية الثقيلة أو بمهاجمة جبهة الضباب الصياحي، يعني الغرض الميليشيات تريد أن تحقق بعض ما عجزت عن تحقيقه من خلال المواجهة ومن خلال الحصار ومن خلال الحرب. لكن بإذن الله تعالى أن أبطال الجيش، وهنا أؤكد أيضا عبركم
أنه لا حل إلا الحشم العسكري مع هذه الميليشيات، مهما كانت المفاوضات أو الاتفاقيات هذه لا تفي بشيء، ولا تراعي معاناة إنسانية، ولا تراعي أي ظروف أو دواعي إنسانية، هي لديها أهداف عسكرية ولديها أهداف أمنية واقتصادية، هذه مقدمة على كل الاعتبارات. نعم، فيما يتعلق بشكل ونوعية الاستفزازات هذه التي تقوم بها الميليشيا، ما يعني ما الذي يمكن أن نستشفه فعلا؟ شكل الهدف العسكري الذي يسعون وراءه، أو الشكل الأمني الذي يسعون وراءه من خلال هذه التصعيدات، كأنت عقيد وخبير في الجانب العسكري؟ طبعا هناك تصعيد في الأعمال العدائية والقتالية، هناك استحداثات عسكرية، هناك إنشاء أنفاق وخنادق وحواجز هندسية، وهناك أيضا طيران المسير، هناك المدفعية الثقيلة، هناك مهاجمة الجبهات، هذا على المستوى العسكري. هناك أيضا على المستوى الأمني طبعا هناك ضمن آلاف الزائرين لتعز والذي ترحب بهم تعز، وكل يوم ما لا يقل عن 1500 سيارة يعبروا من مناطق الكهنوت والقمع وتكميم الأفواه وتكميم الأصوات إلى تعز الحرية والكرامة ومجابهة هذا الكهنوت. فطبعا يحدث أن العشرات من هؤلاء يعني يقوموا بإحداث الفوضى والاختراقات، محاولات بائسة ويائسة للاختراق الأمني كما حدث بمبنى الجوازات وفي، لكن بيقظة الجيش ويقظة الأمن بإذن الله تعالى، سواء تم إلقاء القبض على أكثر من 800 من هؤلاء، ثم أطلق سراح 600 بعد التحقيق والتحري والمتابعة. هناك 100 يعني هؤلاء متورطين في أعمال عسكرية وأمنية مع الميليشيات الحوثية، ما يقرب من هذا العدد، وهناك 60 مشتبه بهم ويجري التحري والبحث والمتابعة حولهم، والبقية تم إطلاق سراحهم، وبإذن الله تعالى سواء يعني في مداخل المدينة أو في وسط المدينة أو في الإدارة العامة أو في الفنادق أو الأسواق أو الجوازات أو غيرها، هناك أيضا وعي كبير من أبناء تعز، وهناك تحري ويقظة عالية من الأجهزة الأمنية والعسكرية. إذن هناك المكاسب الاستفزازات الاقتصادية، من خلال سحب العملة والمتاجرة بالعملة وحرب العملة، ما نستطيع أن نقول حرب الحوثيين على العملة الوطنية، والآن مؤخرا باحتجاز واختطاف طيران اليمنية أكثر من 4 طائرات. فهناك يعني تصعيد على كل المستويات، عسكري، أمني، اقتصادي إلى آخره. إذن جميل، سأعود لك العقيد عبد الباسط البحر، ينضم إلينا من تعز الصحفي صلاح القعيشي. مرحبا بك معنا أستاذ صلاح. أستاذ صلاح القعيشي، هل أنت معنا؟ هل تسمعني؟ أستاذ صلاح القعيشي من محافظة تعز، هل تسمعني؟ سنعود للعقيد عبد الباسط البحر. استاذ عبد الباسط، فيما يتعلق بالجاهزية، انت اشرت الى بعض الجهود التي قمتم بها على المستوى العسكري وايضا على المستوى الامني وحتى على المستوى الاقتصادي، لكن ما مدى فعلا جاهزية المؤسستين الامنية والعسكرية في تعز لافشال مخططات الميليشيا والتصدي لمحاولاتها، كما اشرت الى انها ربما محاولات على جميع المستويات الان تستهدف تعز، ما مدى الجاهزية لديكم؟ بالنسبة للواجب، قامت قيادة محور تعز وبالشراكة مع الأجهزة الأمنية ومع الجهات الأخرى المعنية بعمل خطة أمنية وعسكرية، ويعني وسكنت لجنة وغرفة عمليات على مدار الساعة
وهذه غرفه العمليات تشمل ايضا الاجهزه الاستخباراتيه والاجهزه العسكريه والامنيه والاجهزه ذات العلاقه لمتابعه الوضع عن كثب ومراقبه الموقف الناشئ وظروف الموقف الناشئ والتعامل مع تقييم الموقف بحسب المعطيات وبحسب الرافع من الميدان وتقدير الموقف واتخاذ القرار. هناك بالنسبه للاستنفار ايضا في الجبهات وحاله جاهزيه عاليه، ولعلك في التقرير سمعت انه كانت هناك محاوله تسلل فاشله لهذه الميليشيات في شمال تعز في منطقه في شمال الحصيره، وبفضل الله تعالى وباليقظه العاليه والجاهزيه التامه والاستعداد استطاع ابطال الجيش الوطني ان يلحقوا خسائر فادحه، ولقي قائد الجبهه منتقل صفه العقيد ومدير السجن المركزي لدى الميليشيات العقيد احمد سعيد احمد الجنايد، وايضا عبد السلام عبد الله والملقب بابو زينات وغيرهم من الاربع عناصر الميليشيات التي اكدت الميليشيات مصرعها ونعت هذه القيادات التي لقت مصرعها، وهناك جرحى ايضا لدى الميليشيات بعضهم خطيره، ولاذت بقيه العناصر الميليشيات بالفرار ومخلفه جثث قتلاها وجرحاها. نعم. فهناك قطاع وهناك رد قوي على كل مصادر النيران المعاديه. لاحظت انه في مركز السيطره عندما قامت الميليشيات باطلاق قذائف الار بي بي ردت عليها ايضا تحيه الجيش الوطني بكل نعم. قوه وبكل اقدار. اذا دعني اعود لضيفنا العقيد عبد الباسط البحر، دعني اعود الى ضيفنا الذي انضم الينا من محافظه تعز الصحفي صلاح القعيشي. مرحبا بك معنا استاذ صلاح. أستاذ صلاح يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى بالأستاذ صلاح، لكن دعونا نعود للعقيد عبد الباسط البحر. أستاذ عبد الأخيد عقيد، أنت تحدثت على أن هناك خطة عسكرية وأمنية وتنسيق ربما مخابراتي وجهد ليس بالبسيط في التعامل مع مآرب وأهداف الحوثيين، لكن ماذا عن المواطنين؟ هل هناك أيضا عمل و شغل وخطط لتوعية الناس و يعني تثقيفهم فيما يتعلق بالمرحلة التي تمر بها محافظة تعز الآن؟ أشيء أكدها على ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى، ينبغي أن تعلم أنت ويعلم مشاهدينا ويعلم الجميع أن قرار مقاومة الحوثي لم يكن قرار فئة ولا فصيل ولا تيار ولا شخص، كان قرار تعزي بامتياز. كل ابناء تعز الا من كذب اتخذ قرار مقاومه الميليشيات والكهنوت السلالي الكوتي، وبالتالي كلهم كانوا مقاومه في القدره على حمل السلاح. الماجدات من نساء تعز ايضا كنا الرديف لابطال المقاومه، وجاء قرار رئيس الجمهوريه بعد ذلك بضم المقاومه للجيش. اذا من قاوم هم ابناء تعز جميعا، هم قاوموا هذه الافكار وهذه السلاله وهذا الكهنوت وهذا الفكر المنحرف و رفضوا هذه الانقلاب، وبالتالي اؤكد على النقطه الثانيه ايضا ان درجه الوعي لدى ابناء تعز يعني درجه مرتفعه جدا، وكل ابناء تعز هم حمله في رافعيه للدستور الوطني الجمهوري، وانخرطوا في كل مراحل النضال الوطني منذ البدايه، وكانت تعز تتصدر المشهد ليس على مستوى تعز بل على مستوى جبهات الجمهوريه بشكل عام. في كل جبهات الجمهورية ستجد أبناء تعز هم يتقدمون وهم على خطوط النار وهم يتصدرون المشهد. فأبناء تعز على درجة عالية من الوعي واليقظة والبهوجية. لكن أيضا أشير للنقطة الثالثة أن هناك أيضا جهود من التوجيه المعنوي، من إدارة العلاقات العامة، من المفكرين، من الوعاظ، من الخطباء، من المرشدين، من هناك ايضا تعاون من مدراء الاقال الحارات ومن كل فئات وشرائح المجتمع التعزي، هناك التفاف حول ومسانده حول الجيش من كل الحاضنه الشعبيه والمجتمعيه، وهناك يعني بلاغات فوريه عن اي مشتبه به او عن اي امور تعبث او تثير الفوضى داخل المجتمع التعزي او تمهد لتفجير الوضع من الداخل او لاحداث اي اختراقات امنيه او عسكريه داخليه. نعم، استاذ العقيد عبد الباسط، فيما يتعلق ب ما حجم تواصل السلطات العليا سواء كانت يبدو، اذا دعني عاد لنا
من تعز الصحفي صلاح، ابقى معي العقيد عبد الباسط البحر. عاد الينا الصحفي صلاح القعيشي، مرحبا بك معنا استاذ صلاح، هل تسمعني؟ اهلا وسهلا، نعم اسمعكم، مساء الخير على الجميع. مساء النور. بداية، ما دلالات هذا التصعيد الحوثي المتزامن مع انفراجة جزئية في تعز؟ ما رأيك؟ أعتقد أنه طبعا إحنا مدينة بالأخير محصرة لمدة 10 سنوات. فكرة الحشد وبشكل استثنائي في المرحلة الراهنة، أعتقد بأنه من وجهة نظري أنه فكرة الحرب أو فكرة الحرب بمعناها التقليد من معناها الذي كان قبل خلال عام 2015 إلى 2020، أعتقد أنه من الصعب أنه يعود كما كان بنفس الطريقة بنفس الوتيرة أو بنفس من خلال السلاح. أعتقد أسمع صوت استاذ صلاح، اذا يبدو ان هناك مشكله في الاتصال بالتواصل مع الصحفي صلاح القعيشي. نعود للعقيد عبد الباسط البحر. سؤال اخير استاذ عبد الباسط فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي من هذه الخرقات الحوثيه في ظل مساعي جهود احلال السلام، ما رايك بموقف المجتمع الدولي؟ يبدو اننا فقدنا الاتصال بايضا العقيد عبد الباسط البحر. كنا نحاول ان نساله فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي من هذه الخروقات الحوثيه في ظل مساعي جهود احلال السلام، ونحن نشهد الان بعد اسبوعين من فتح الطرقات في تعز، الحوثيون يحشدون في جبهات تعز ويضربون جميع جبهات التماس هناك، ونحاول معرفه ما الاهداف التي يسعون وراها. عاد الينا الصحفي صلاح القعيشي، مرحبا بك معنا استاذ صلاح اذا تسمعني. اعتذر عن الانقطاع، واصل حديثي. نعم واصل. الان الفكره تقوم على مرحله ما بعد الحرب. اليوم نحن في مرحله ما بعد الحرب المسلحه، اقصد من خلال استخدام السلاح. الحوثي يعلم جيدا بانه اي عمليه عسكريه مسلحه لن تكلل بالنجاح باي حال من الاحوال، لسبب هو يعرفه جيدا من عام 2015 بانه الكتله السكانيه او المجتمعيه الموجوده من المديريات جنوب المدينه الى المدينه نفسها كتله رافضه قطعا للعقيده الحوثيه او للمشروع الحوثي والفكره الانقلاب السياسي الذي حصل في العام 2015. اعتقد اليوم الحوثي في صدد من وجهه نظري طبعا انه احنا الان مقبلين على فكره انفراج الى حد ما، والحوثي مستعد لتقديم تنازلات معينه او بالاصح هي تنازلات تكتيكيه وليست تنازلات حقيقيه، بالمعنى بانه ليس رغبه حقيقيه في جوهر بناء السلام في مدينه تعز او في تعز عموما او في البلد عموما، وانما هي مرحله جديده من مرحلات الصراع الناعم الى حد ما. فكره الحوثي الان تقوم على تذويب حالة الرفض المطلق الموجود في داخل المجتمع في سواء في المدينة أو في الريف. هذا التذويب لابد أن يكون فيه حالة من تقديم التنازلات، بدأ الآن اللي هو فتح جولة القصر، ربما قد يلي ذلك اللي هو فتح طرق أخرى وإعطاء تسهيلات أخرى إلى حد ما تحسن من حياة الناس وقدرتهم على الانتقال وقدرتهم على ممارسة نشاطهم أنشطتهم اليومية. يعتقد انه المرحله هذه طبعا في الاخير هو يعتمد على استراتيجيه مواجهه واسعه ليس فقط عسكريه وانما اجتماعيه اقتصاديه، ويراهن كثير على الوضع الاقتصادي الهش الموجود في المناطق التي توجد فيها الشرعيه، ويراهن على فكره الانهيار الكامل ربما للاقتصاد. ويعتقد بان هذه كل العوامل اللي طرحناها بما فيها اللي هو فكره اعطاء تنازلات او تقديم تنازلات لتحسين صورته الى حد ما، واضافه الى الوضع الزهور الوضع الاقتصادي، هذا الموضوع بيمكنه يعتقد انه الى اختراق اللي هو القاعده الاجتماعيه، وانه اي معركه قد تاتي تاليا اذا 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 ما قدر لها اذا ما كانت فعلا ستكون تاتي سوف تكون الى حد ما ليست محكومه بشروط الرفض المطلق التي كانت دائما تحكم المعركه منذ العام 2015 وحتى اليوم. يجب من وجهه نظري انه
عملية التنازلات التي ربما يخطط لها الحوثيين من خلال فتح مجموعة من الطرقات بدون شك كما هي الحال بالنسبة لل نعم. إذن سقط الاتصال مع صلاح القعشي، كان يتحدث على أن ربما الحوثيين انتهجوا يعني استراتيجية اختراق القاعدة الاجتماعية الهشة، خاصة في الضغط على المناطق الشرعية، وهي طبعا مواجهة اجتماعية اقتصادية لتحقيق بعض الأهداف فيما يتعلق ب يعني أهداف سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو عسكرية. إذا نشكر الضيف صلاح القعيشي ونعتذر على الخلل الفني في الاتصال معه، كان معنا من تعز، وأيضا الشكر موصول لنائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر. وبهذا وصلنا إياكم إلى ختام هذه الحلقة، لكم التحية مني ومن معدة نجيب العدوفي، وإلى اللقاء.